فطاير الباف بيستري والبندورة، بدنا باف بيستري، بدنا جبنة كرافت مبروشة، بدنا بندورة تشيري، بدنا فطر طازج مقطع، بدنا لتلميع العجين بدنا بياض بيضة 2 ملعقة كبيرة، حليب سائل ورشة ملح. رح نجيب قطع من عجين الباف بيستري، انا بحب انزله من الفريزر على الثلاجه من تحت قبل بليله، بشتغل فيه براحتي، بتحافظ على برودتها، بتحافظ العجين على خصائصها، خصوصا احتوائها على درجه عاليه ونسبه عاليه من الزبده. تمام، هي هدوبتها وامورها تمام. اختاري نوع كثير منيح من السوق، الجبنه الحديد، العلبه الزرق القديمه تاعت ايام زمان، الجبنه الكرفت المطبوخه، بدك تخلطي معها موزاريلا بصير، بس هي دسمتها هي هاي المطلوبة. رح نجيب فطر مقطع أرباع سلايز رفيع، وجبنة كرافت مبروشة، وبندورة تشيري من النص، ورح نجيب شوية بياض بيض للتلميع مع شوية حليب سائل وملح، بدك تحطي فلفل أسود كمان بصير، ورح نجيب كمان شوية عود سنان اللي هو الخشن. يا شو رح نساوي؟ شوفوا معي. يلا رح ننزل قطع العجين عشان السرعة ونفرشهم كلهم مع بعض. بعدين راح نجيب شوي من جبنة الكرافت، ولا تدهني ولا تعملي ولا إشي، أنا برشتها برش، بدك افرميها ناعم يعني مش قضية، كله بمشي. كتير زاكي مع الساندويش مع نكهة العجين، إشي غير شكل. وهي حطيتها، شوفي أنا عم بحطها من الزاوية للزاوية، ليش؟ هلأ بتعرفوا زاكي البطاطا. إذا بتحبي تعطينا السوشيال ميديا ما عندنا مشكلة. عم بعطيك اياها. طيب اول مره واخر مره بعمل بطاطا وكاتي معي. يلا نصبح على حمزه الصلاحين العبادي. صباح الخير. لا بتتاكل بالايد طبعا، يعني مش رح تتاكل صح ولا؟ طبعا. اوكي. عائشه الشطي بتصبح علينا، بتحكي لنا صباح الخير. صفاء ابو صالح. ومنصبح على ايضا باسمه لنعمات، ومنصبح على محمد الخوالد سميره المنصير. في معنا كمان اتصال. الو صباح الخير ام علي. صباح الخير. صباح الفل ياسمين، كيفك كاتي؟ انا منيحه، انت كيفك؟ والله مشتاقين، منوراتي اليوم ما شاء الله عليكم. حبيبه قلبي النور نورك، يسعد عمرك. حبيبتي حبيبتي الله يسعدك يا رب، ان شاء الله يوم سنة جديدة إن شاء الله علينا وعليك وعلى أمين محمد أجمعين يا رب. أمين. ادعي لنا يا معلي، ادعي لنا إن شاء الله سنة خير على الجميع. إن شاء الله الله يجبر خطرنا جميعا يا أمين. رب يا رب الجميع مجبورة الخاطر يا أم علي. حبيبتي أنا وأنت وأمة محمد أجمعين يا رب. أمين الجميع يا رب يا قلبي. أمين يسعدها مع الكلام. أنا بس بدي أسألك عن اليانسينية مبارح. أيوة. يصير بدل الكركم زعفران؟ بس بشرط تحطي مش زعفران، حطي العصفر. الزعفران رح يضرب طعم اليانسون الباودر واليانسون الحب، ورح يخرب لي الطعم، وبطل اسمها يانسونية، صارت هريسة الزعفران. فإحنا إيش بنحط؟ بحط العصفر، ممكن تحط العصفر الشعيرات، هذا بصير. ما بدك موجود، أنا بس عشان اللون حطيته بس. حبيبتي حبيبتي يسعدك، مأكل الهنا يا أمر. يعني هاي اليانسونية لفت الفيسبوك مبارح، تفاجأت بردة الفعل، قديش إحنا عن جد بنحن لشغلات الطفولة وشغلات أهالينا. صراحة كان رد فعل قوي عليها جدا مبارح أصداء، وإن شاء الله. وفي ناس جربت معنا فورا، قاموا عن الحلقة خلصوا حضرونا وبعدين طبقوها مباشرة، وإشي ما شاء الله أحسن حتى من اللي عملتها بألف مرة. طب ليش مش مرة أنت عملتي كيك اليانسون بالسمسم؟ طب هذا خرافي، هذا أنا يوميتها روحت جد عملته، جد جد زاكي. جد كتير زاكي، والكبار بالبيت رح يحبوه كتير. هريسة يانسون، شايفين إحنا شو عملنا فيهم؟ عم نبرمها برم هيك، بنبرمها وبعدين نكبسهم في بعض عشان أضمن ما تفتح. هذا العجين كله زبدة تمام؟ بعدين رح أروح أجيب اللي هي البياض البيض مع الحليب، بيعطيني لمعة بدون لون. بياض بيض مع خل بيعطيني اللون الذهبي. بياض بيض مع قهوة سريعة الذوبان بيعطيني لمعة مع لون. سجلوهم.
والله انك رهيبه. شايفه ام محمد؟ صباح الخير. صباح النور، كيفك؟ تمام، كيفك انت؟ الحمد لله، شو اخباركم؟ احنا مناح، مشتاقين لك. علي لنا صوتك شوي عشان نسمعك منيح. حبيبه قلبي، هاي علا معك، يلا. اهلا وسهلا، كيفك يا شيخ علا، شو اخبارك؟ اهلا، انا منيح، هذا انت مناح، الحمد لله يا ربي، فضل من الله. الحمد لله. شيخ علا، انا اكثر من مره اتصلت عشان بدي احكي معك. انت بس علي لي صوتك عشان اسمعك، لانه الصوت كثير واطي. قولي يلا معك. اكثر من مره اتصلت عشان بدي احكي معك. وبحكوا لي بعد المرة لما جبت رني ما حدا يرني. خليكي على الخط، لا تسكر الخط، هلا هم بتواصل معك حبيبتي. اهلا وسهلا وصباحك عسل. هلا شو رح نجيب؟ رح نجيب الخلة السنان. انا هون البندورة بالعامل تركت فيها العرق الاخضر لسببين، السبب الاول جماليا احلى، والسبب الثاني عشان تمسك حبة البندورة، لان التشيري فيها هون البذور وهي حمراء مستوية. شوفي، ما رح اخليها مايلة بالميل، رح اخليها هيك واقفة واثبتها باستخدام عود الأسنان الخشبي وأخفزها، ويا حلاتها ويا ما أحلى طعمها وهي سخنة، يا سلام، غير شكل. جد زاكي كمان أكلنا منها. أها، نخفزها على درجة حرارة 180-200، زيها زي الكيك، الرف الأوسط بنعطيها لون من تحت، وبعدين برفع اللون من تحت لأعطيها لون من فوق. هلأ جبنة الكرفت من أنواع الأجبان المطبوخة، فلأنها جبنة مطبوخة رح تاخذ لون. كيف رح تاخذ لون؟ خليني أورجيكم. رح تاخذ لون معاكي تحت اللي هي الشواية بهالشكل تقريبا. شوفي هيها، يعني بتحس الحبة صارت مرسومة من حبة البندورة، وكأنها دراي توميتو، كأنها بندورة مجففة. شوفوا، تمام، انا خبزتها، امورها تمام. طبعا الحبه بتنفخ معاكي، ما بدك تنفخ، ايش بصير؟ ثقوب بتعملي فيها لحتى تطلعي منها الهواء باستخدام الشوكه. شكلها كتير حلو وكتير زاكيه، ما بدك تاخذ هذا اللون المحمر، لانه هاي الجبنه مطبوخه، استخدموا موزاريلا، بس الموزاريلا بيضة بزبط، والعجينه هون لونها ابيض. يعني موضوع الالوان مهم في العين، فانا بحب هاي لانه في تحتيها جبنه سايحه بتغلي غلي. الجبنه المطبوخه صح. بالمعجنات شيء كثير مرتب. انا راح اروح احطها يلا. في مكانها لحتى تشوفوها بشكل كثير حلو. يلا. يعني حتى علا لما طلعتها من الفرن يعني كان يعني عم هيك بتغلي غلي جد زي ما حكت. بنصبح على ايمان الجيوسي، بنحكي لها صباح الخير، وحمزه صوالح بنصبح عليه بنحكي له صباح النور، باسمه بنصبح عليكي، ام رامي كنعان تحكي سلم ايديكي شوف علا الاكل كثير زاكي، وام نعيم، ام سعد حسونه بتصبح علينا وبتحكي لنا صباح الخير وبتعايد علينا، ام سلطان بتصبح علينا وبتحكي لنا صباح الخير، وام موسى الزعبي صباح البطاطس المقرمشة صراحه كثير زاكي، ووصال السلاوي بتصبح علينا، سمر بتحكي لنا صباح الخير، بنصبح ايضا على اياد الزبن، شكرا جزيلا اياد، كلك زوج. سمية الشراب بتصبح علينا وبتحكي لنا صباح الخير، إشراق الحوامدة وشريفة الطباخي، أم فؤاد الزواهرة، وأيضا محمد بنصبح عليه وبنحكي له صباح الورد. إيش مهند؟ أوكي هلا بودح. إذا بتحب نروح يعني إذا بتحب نروح مش بس الإرفيس. والله أنا لا يعني أنا بحب أضلني معكم طول الوقت، بديش أروح يعني، بس خلص صار الوقت اللي لازم نودعكم فيه. على كل حال يعني كالعادة كنا معكم لمدة 3 ساعات، تناولنا العديد من المواضيع والضيوف اللي كانوا معنا وتواجدوا في استوديوهات مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، وختامها مسك كالعادة مع علا نيروخ، هذه الشف اللي دائما مجتهدة وبتبلع وبتركض ويلا ويلا ما بتشوفوها الصبح. أنا دائما للأمانة بحب أركز على إنجازات أي شخص، مش شرط مرأة، أي شخص بحب أنه يطور من حاله ويضله وراء جهده وشغله. وبدي اسمحوا لي يعني أشكر جميع إخواني نشامة مؤسسة الدعوة التلفزيون، موجودين خلف الكاميرات بالجاليري، والكل اللي عم بركض حتى نطلع هذه الحلقة بهذا القلق خلينا نحكي. وأيضا معدة حلقتنا لليوم يعني العزيزة جدا سحر الدلاهمة، ومخرجنا مهند الحديد. أنا العلا بتطلع علي أنه إنهي اختصري، صحن النعنع، صحن النعنع، صحن النوال. فيعني هي جبت لها صحن النعنع، يعني ديروا بالكم على حالكم، والجو جد بارد،
الاجواء مش كثير دافيه، فانتبهوا كثير منيح وتدفوا قبل ما تطلعوا. والله دائما الصراحه برد الصراحه صح، ودائما كونوا على يقين والله يعني انه القادم اجمل مهما كان حتى لو تاخر. مرات احنا صبرنا، انا مش صبوره ودائما بقول يعني يلا بس هيك حال الدنيا. ف يعطيك العافيه. بلاش يا عمر، الله يوفق الجميع يا رب، ويعطي كل واحد على قد نيته، هذا اللي بنقوله. وان شاء الله احنا الله يقدرنا، وزي ما بقولوها ما نقصر معاكم. بالنهايه هذا تكليف قبل ما يكون تكريم المكان اللي احنا فيه. نحاول قدر المستطاع نقدم شيء يليق بقيمه المشاهد الاردني سواء بالداخل او بالخارج، وحتى كل حدا عم يشوفنا من خلال الشاشه الوطنيه الام. في جهود مبذوله، في كفاءات كثير كبيره، يمكن في شغلات انتم ما بتشوفوها احنا بنشوفها، وانا شخصيا ما شفتها الا لما انتسبت لهالعائلة الكريمة تحت هالبيت الكبير وهالمظلة الكتير كبيرة. في شغلات كتير بتخلينا دايما فخورين انها جزء من هالعائلة اللي بنتعلم منها دائما. ديروا بالكم على حالكم مع شوية البطاطيات وشوية السبانخ وشوية الاشياء الزاكية. الاكل نعمة واشي كتير طيب، بدير باله عليكم وانتوا ديروا بالكم عليه. اتنعموا قد ما تقدروا، بكرة بيجي يوم غصب عنك لا بتاكل حلو ولا بتاكل مالح، بتصير تتمنى هيك تدوق واشياء. فدايما عزوا حالكم، زي ما بقولوا هالدنيا رايحه بتطول بالها والله بدها تمشي. ديروا بالكم على حالكم ونشوفكم غدا. وشبعت كاتي، ما في داعي تدوق يا مهند. ديروا بالكم على حالكم، نشوفكم بكره. باي باي.